عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم من برنامجكم نقابيين. ضيفنا النهاردة أعزائي المشاهدين عالم من أعلام الفنانين التشكيليين، دكتور محمد الصبان، عضو مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين ومقرر اللجنة الثقافية بالنقابة وعضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بك، منورنا يا فندم. أهلا بيك. النهارده اعزائي المشاهدين احنا بنناقش قضايا واسئله ومواضيع فئه مش قليله خالص في المجتمع المصري، وهي فئه الفنانين التشكيليين. دكتور، عدد الفنانين التشكيليين في مصر اعتقد تقريبا 18,000 فنان تشكيلي. هم المقيدين في النقابه، في النقابيين، الفنانين النقابيين. طبعا غير النقابيين يعني مساله مفتوحه، فيه وفي ناس يعني برضك مختلفين بس ما مش منضمين للنقابه. طب ايه يا دكتور، مبدئيا طبعا بما ان حضرتك قلت ان في نقابيين 18,000 وفي كتير غير منضمين للنقابه او غير نقابيين، ايه شروط الانضمام للنقابه؟ يعني نشأة النقابه تمت على اعتبار ان الكليات الفنيه هي النواه النقابه، يعني الخارجين بتوعها رقم واحد هم الاساس في التوازن. عندنا خريج الكليات الفنيه اللي هم ثلاث كليات معروفين، اللي هي فنون جميله وفنون طبيعيه وتربيه فنيه. وفي طبعا معاهد فنيه انشئت بعديهم، في معهد في 6 اكتوبر، معهد فنون طبيعيه، في كليات كتيره جدا دلوقتي برضك اتفتحت في فنون جميله الاقصر، في تربية فنية المنيا دي مفتوحة جديد، في دمياط فنون طبيعية، يعني في كليات كتيرة متعددة. ده كده واضح ان يعني اقبال شديد، يعني زي ما نقول ايه، الثروة البشرية، يعني كده الواحد يتوقع ان مفيش اي مشاكل في القوات التشكيلية. لا، هي مش في العدد، يعني هي المشاكل على عكس ما توقعت خالص. لا، هي المشاكل من زاويه ثانيه يعني. انا بقول كده يعني هو الاعداد اللي هي بتدخل الكليات، طبعا في السنين اللي فاتت يعني في دفعات في الكليات الفنيه بتزيد عن الألف. كان الاول مثلا ما بيزيدش عن ال 100 150، يعني 200 الاول. ده سنه كام يا دكتور؟ لغايه التسعينات، الثمانينات التسعينات يعني. ونقابة الفنانين التشكيليين انشئت من سنة كام؟ هي انشئت بالظبط سنة 76. 76 تمام، مظبوط، جميل. طيب، حضرتك يعني ذكرت فئات او كليات، انواع من الكليات، منها كلية الفنون التطبيقية. تمام. طب ازاي في نقابة التطبيقيين ونقابة الفنانين التشكيليين، يعني الاوفرلاب او التداخل ده، يعني ايه سببه؟ يعني في نقابه للتطبيقيين وفي نفس الوقت التطبيقيين عضو في فنانين تشكيليين، عايز افهم الحته. هي في نقابه المصممين التطبيقيين وفي نقابه التطبيقيين. كليه فنون تطبيقيه في عندها اكثر من حوالي 14 او 16 قسم، كلها اقسام تطبيقيه، بمعنى الجانب التكنيك والحرفي فيها اكتر، يعني هي كليه فنيه بس بتطبق، يعني مثلا بتعمل حاجه زي المنطقه اللي احنا قاعدين قدامها بشكل فني، بتعمل الكرسي، بتعمل الحاجات كلها زي العربيات، تصميم العربيات والاساس وحاجات كتيره جدا، فده التخصص بتاعها. فهي انشات نقابه باسم مصممي الفنون التطبيقيه، مصممي الفنون التطبيقيه، بيدخلها خريجين الفنون التطبيقيه فقط. اما نقابه الفنانين التشكيليين فبيدخلها خريجين فنون جميله، فنون تطبيقيه، تربيه فنيه، كل المعاهد الفنيه اللي موجوده، وفي اقتصاد منزلي، في شعبه بتدخل برضك فيه، في اكاديميه الفنون في الهرم، في شعب بتدخل فيها، معهد سينما ديكور بيدخل فيها. فانت هنا عندك المجال في نقابه التشكيليين، يعني بيدخلوا فئات كثيره متعدده. طيب، الفئات الكثيره المتعدده المفروض ان هم اعضاء في النقابه، بيدفعوا اشتراكات
وبيبقى ليه يعني عليهم مستحقات مالية مقابل كده. المفروض نظير كده بياخدوا خدمات تمام. وبيبقى لهم امتيازات عن العضو الغير او يعني العضو النقابي وخريج غير نقابي. تمام طيب حضرتك راضي عن الخدمات والامتيازات اللي بتقدم من نقابة الفنون التشكيلية لأعضائها؟ شوف حضرتك، هي يعني أول حاجة إحنا لازم نوضح بس الفكر النقابي أو نشأة النقابة. هي النقابة ليها هدف، وهي دعم الفنان التشكيلي، يعني الأساتذة اللي شكلوها وأسسوها يعني كانوا في فترة من الفترات يعني سنة قبل 76، طبعا كل واحد كان موجود يعني في جزيرة منعزلة، طبعا هم عارفين بعض، والفنانين يعني كفئة معظمها تعرف بعض يعني في المجال. فلما فكروا انهم ينشئوا النقابة دهيت، وطبعا ليهم كل التحية والتقدير أكيد على انشائها، كان هدفهم رقم واحد هو الفنان التشكيلي، ان يبقى فيه يعني حاجة بتضمه، حاجة بتقف جنبه، حاجة بتسنده، بتدعمه. حاجة بمعنى ايه معنى بتدعمه. الدعم يا دكتور؟ هقول لحضرتك يعني الفنان التشكيلي لو ما كانش موظف حكومي، وهو في يعني بنسبه كبيره ما يعني المفروض ان هو ما بيبقاش موظف حكومي، لكن اللي حاصل العكس، ان النسبه العام هي موظفين، يعني في فئه موظفه وفي فئه حره. لو اتكلمنا على ان الفنان التشكيلي مثلا ملوش وظيفه، هو فئه حره، فمحتاج يعني دعم من ناحيه العلاج، لأن يعني طبعا كبني آدم ممكن يعيا، محتاج حد يساهم في شؤون المعيشة بتاعته. طيب انا اسف انا هقطع حضرتك عند النقطه دهيت، وهنكمل الكلام في النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا، بس هناخد اتصال استاذه لبنى. اتفضلي يا استاذه لبنى. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. عايز اتكلم بس الدكتور محمد الصبان، اتفضلي. اقول بس حاجه، يعني انا عايز اعرف حضرتك بتقول في 18 مليون فنان تشكيلي، 18 ألف مليون فنان تشكيلي، انا عايز اعرف يعني ايه اصلا الفن التشكيلي، وليه ما فيش معارض، والناس ثقافتها قليله جدا جدا من اللي في الفن التشكيلي ده. فعايزه وعايز اعرف كمان ايه دور النقابه، يعني النقابات الكتيره، يعني كل النقابات بتقدم شقق وبتقدم عربيات بتقدم حاجات للناس، النقابه بتعمل ايه للفنانين دول؟ شكرا. شكرا لاتصال حضرتك يا استاذه لبنى. هي واضح ان هي يعني ايه مشحونه، يعني عايزه تستفسر بقوه عن يعني مش عارف، هي كانت جايز رشحت نفسها لعضو مجلس اداره نقابه وفشلت ولا ايه، مش عارف. طبعا مع احترامي الشديد لاستاذه لبنى، طبعا انا بس بحب ان انا اغير الجو، لان هو واضح ان في مشاكل كتير في النقابه. فهل يا دكتور فعلا هنستكمل حوار حضرتك من خلال سؤال استاذه لبنى، الخدمات اللي بتقدم وحضرتك راضي عنها ولا مش راضي؟ لا انا يعني هو يمكن لما قطعنا الحديث انا كنت عايز بس اوضح حاجه. اتفضل يا فندم. بدايه طبعا ما فيش اي حد بيرضى عن الحاجه اللي هو موجود فيها وعايز الافضل. المفروض ان معظم الفنانين اعضاء النقابه عايزين شقق، وعايزين مصايف، وعايزين كلنا عايزين ده، يعني انا كعضو عادي انا كمان عايز ده. اكيد. لما الواحد بيدخل في المكان كإدارة بيعرف الحاجة اللي زمايله ما بيعرفوهاش، وده اللي صعوبات المشاكل اللي هي بتواجهها النقابة، واللي هي بتخلي إن النقابة فيها نوع من الخمول ومحلك سر، وما بتقدمش الحاجة اللي احنا عايزينها، أو يمكن أنا قبل أي حد برك عايزها. أكيد. طب يا دكتور معلش، يعني حضرتك مسؤول في النقابة ومستفاد، يعني حضرتك يعني حابب ان الخدمات تكون متوفرة بشكل اقوى من كده، وفي نفس الوقت مسؤول عن توفير، ايه الجهود اللي حضرتك بذلتها مع بقية اعضاء مجلس الادارة علشان نوصل لهذا المستوى؟ وهستنى اجابة حضرتك بعد الفاصل. فاصل اعزائي المشاهدين، ثم نعود، استنونا محدش يقوم، اللي جاي اهم من اللي فات. الصحة والجمال لون جديد للحياة. الله 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 الله
اهلا بكم اعزائي المشاهدين. عدنا بعد الفاصل مع ضيفنا الجميل دكتور محمد الصبان، عضو مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين ومقرر اللجنة الثقافية بالنقابة وعضو هيئة تدريس جامعة القاهرة. دكتور، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن طموحات أعضاء النقابة، نقابة التشكيليين، وقلت أن حضرتك عضو في النقابة وأحد المستفيدين من النقابة. إيه المشاكل والمعوقات اللي تخلي يعني مخلية النقابة بهذا المستوى اللي حضرتك قلته لي قبل الهواء، إن هي مادياتها شبه منهارة شوية، المجلس مفيش مجلس إدارة، الجمعية العمومية في معزل شوية عن النقابة، يعني لها فكر وكل نقابي بيبقى كل همه المصالح الشخصية دي، هو بس شقة أو مرسم أو 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 أو، مفيش فكر، مفيش تجديد لنقابة الفنون التشكيلية. حضرتك بتقولي إن في كانوا أعضاء مستمرين لمدة ربع قرن، 25 سنة أو 30 سنة، فكان في جمود في الفكر. أعضاء مجلس إدارة، أعضاء مجلس إدارة مع احترامنا الشديد ليهم طبعا فوقراسنا من فوق، بس احنا طبعا دايما بنحب نضخ دماء جديدة في أي مجلس إدارة عشان الفكر يبقى متجدد ويبقى اللي جاي الجديد ده عارف المشاكل الحالية، ما هواش عايش في الماضي الجميل. تمام، طيب حضرتك من ساعة ما مسكت عضو اللجنة الثقافية وعضو مجلس إدارة الفنانين التشكيليين، مجهودات حضرتك وبقية الزملاء ايه في النهوض بنقابة الفنون التشكيلية؟ المجهود بتاع المجلس الحالي يعني بنسبة 70-80% يعني اتبنى على المجالس اللي فاتت. فال70-80% اللي اتعملوا عمرهم ما يبانوا بالنسبة لي التراكمات القديمة كلها. طبعا اللي سبقونا عملوا، يعني لازم اعترف بده انهم من بداية تأسيس النقابة كان ليهم الفضل ده. الاشكالية بتاعتنا اللي هي ما تظهرش اي مجهود واحنا مش راضيين عنه، او انا يعني مش راضي عنه طبعا تماما، لان احنا نعتبر ما قدمناش حاجة بسبب التواجد المجلس الحالي، ما كانش فيه نوع من الانسجام، وفي جزء كبير من المجلس القديم بره كان مستمر. الاشكاليه دي لازم اعضاء النقابه يعرفوها. المشاركه النقابيه بالنسبه لاي عضو ما هياش دفع اشتراك. يعني انا مثلا جيت دفعت اشتراك عباره عن حوالي 70-80 جنيه، وقاعد مستني النقابه هتجيب لي شقه، النقابه هتجيب لي مرسم، النقابه هتجيب لي عربيه، النقابه هتعمل. الرؤيه دي للاسف هي مرتبطه بجوانب حياه مصر السياسيه في الثلاثين سنه، ان هو ان انا عايز اخد، منتظر ان انا اخد. هو النقابه مش فيها حكوميه حضرتك، بس هو الحياه السياسيه في مصر انعكست على كل نواحي الحياة، يعني بس نقابة الفنون التشكيلية. فهل ده مبرر نقدر نعلق عليه او شماعة نعلق عليها كل تقصير في اي مؤسسة؟ بالنسبة طبعا، يعني ما بقولش احنا ما اقدرش انا يعني اعمم يعني عملية التعميم طبعا، حتى انا راجل يعني باحث اكاديميك طبعا، فما ينفعش تعميم. هي الفكرة يعني فيها جزء من اللي كان حاصل. المجلس الحالي دكتور بقاله قد ايه؟ المجلس الحالي يعني شهر 4 في مايو اللي جاي يبقى له 4 سنين. المفروض ان هو بيحصل فيه تجديد نصفي كل سنتين، يعني ده المتبع كان فتره كبيره قبل توقف اللي هو عمليه التجديد، ان كل سنتين يتجدد. تم سنتين، في خلالهم مثلا انا عملت انشطه ثقافيه، لان انا كنت مقرر اللجنه الثقافيه، فكانت التخصص بتاعي، ولا زلت حضرتك، فكان التخصص بتاعي ان انا اقيم ندوات ثقافيه وفيها جوانب برضه سياسيه علشان اعمل عمليه تفعيل
اجتماعي ما بين النقابة والخارج علشان يبقى في دمج ما بيننا وما بين الأحداث كلها. في نفس الوقت يعني ودي كانت حاجة مش يعني مش سر مثلا ان كان في نوع من النفور ما بين أعضاء المجلس، ما كانش في انسجام، ما كانش في قابلية خلال الأربع سنين كلهم؟ لا يعني في خلال السنتين اللي هم الأولانيين. طب ليه ما حصلش في التجديد النصفي حل للمجلس؟ تم خروج يعني هو مجلس الإدارة أولا 15 عضو والمقيم. في التجديد النصفي خرج 8 أعضاء اللي هو يعني في تاني سنة من حوالي سنة كده يعني خرج أو فضل 7 فضل 7 أعضاء. المفروض يحصل تجديد وحصل فعلا انتخابات وتم إرسال خطابات زي ما الإدارة يعني في عندنا هيئة المكتب دي بتضم النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق والأمين العام. تقريبا هم اللي بيعملوا الإجراءات بتاعت الانتخابات وبيبعتوا للأعضاء علشان ييجوا ينتخبوا نص مجلس جديد. عندنا الانتخابات بتتم لو أول مرة ما جاش 50% زائد واحد من عدد المسجلين للاشتراكات فبتتعاد الانتخابات. فأعيدت الانتخابات يعني اتعملت أول مرة واتعادت ما جاش حد، تاني مرة ما جاش حد، فأصبح المجلس المتواجد قانونا المتبع ايه؟ انها تتعاد المرة الثالثة ولا الثانية؟ لا طبعا بتتلغي وبعدين بيتبعت المجلس زي ما هو بيتبعت طلب فتوى من مجلس الدولة هل يستمر المجلس الحالي بالعدد ده ويكمل ولا تحصل انتخابات جديدة. حصل ده يا دكتور؟ فاللي حصل ان هو استمر المجلس اللي هو قوام حوالي 7-8 ومع 2 أعضاء. احنا عندنا نقابة فرعية في اسكندرية ونقابة فرعية في المنصورة. نقيب التشكيليين في المنصورة بيحضر معنا ونقيب الاسكندرية بيحضر معنا ده عشان يكتمل النصاب او عشان يكتمل العدد. لو تم يعني اجتماع ب 10 أعضاء اللي بيحصل ان هو كده ممكن ياخد اي قرار. فاصبح الفتره اللي فاتت كلها مده السنه في اغلبها كل اجتماع ما بيكملش. يعني هي غير يعني احنا كبعض يعني 2 أو 3 من اعضاء المجلس الحالي ده حاولنا يعني قدر المستطاع ان احنا نبعت للاعضاء من حسابنا الخاص نعلمهم ان احنا عايزين نعمل جمعية عمومية غير عادية ونطلب منهم انهم يجوا علشان يشوفوا احوال النقابة. كان رد ايه؟ الرد طبعا كان فيه معارضات شديدة لإقامة الجمعية العمومية غير العادية. هي كان المطلوب من خلالها ان احنا نعرض احوال النقابة ونعرف صحاب المكان الاوضاع اللي فيه يعني نقول لهم حصل كذا كذا على مدار الفترة دي. المفروض يحصل العكس ان العضو النقابي لما بيجي الجمعية العمومية بيلاقي ان الاحوال ما تمش فيها اي ايجابية فهو بالتالي كصاحب مكان بيطلب وقفة يقول انا سلمتكم المكان بتاعي عشان تديروه صح، انتوا اخفقتوا في ادارته او انتوا يعني عملتوا نص اللي احنا كنا عايزينه او ما عملتوش في البرنامج. انا بقول لكم يا اما يعني تعدلوا من تعدلوا او نغير نعمل انتخابات جديده. للاسف احنا كاثنين او ثلاثه في اعضاء مجلس الاداره احنا اللي طلبنا ده وطلبنا جمعيه عموميه غير عاديه وبعتنا واتصلنا بعدد كبير من الاعضاء على قد طبعا امكانياتنا الفرديه لان علشان يعني تبعت لاعضاء النقابه وتعمل يعني جمعيه عموميه عاديه بتتكلف يعني كذا الف يعني بتتكلف 20-30 ألف 40 يعني عشان طبعا العدد كبير. اللي حصل ان طبعا الفيسبوك بيوفر يعني عمليه الوسيله يعني اقدر ان انا ابلغ بيها الناس فمعظم الناس عرفت او مش هنقول معظم هنقول طيب يعني على الاقل 1000 واحد. يعني حضرتك عملت اللي عليك وزياده وطلبت عزوف الاعضاء النقابيين
ده ان دل يدل على ايه؟ هل يدل على ان استياء شديد من اعضاء النقابه بالخدمات المقدمه، ام ان دي طبيعه الفنان التشكيلي ان هو يعني مع احترامي الشديد ليه طبعا ان هو يعني راجل فنان ومكبر دماغه او يعني بيترفع عن الماديات، انا مش عارف يعني. هي فيها يعني دمج ما بين الاثنين. يعني الفنان التشكيلي يعني شغله فردي، يعني هو بيتعامل مش زي الممثل بيتعامل مع كاست ومخرج ومنتج، يعني هو اللي يعني هو اللي بيعمل الشغل، هو اللي بيروح لبتاع البراويز، هو اللي بيعرض، هو اللي بيروح يتفق مع قاعه عرض، يعني هو بيبقى عليه العبء كله. دي حاجه. جانب الاستياء فعلا من الخدمات ده راجع للسنين اللي فاتت، لان انا كعضو عادي قبل ما ادخل مجلس النقابه انا متابع النقابه، غيري مش بيتابعها، يعني غيري مش متواجد عايز يعرف ان في حاجه فممكن تشده فيروح. المجلس المجالس اللي فاتت فيها اشكاليه ان اعضاء مجلس الاداره فيهم عدد كبير، يعني ال 15 واحد في حوالي مثلا 12 واحد استمروا فترات كبيره جدا. فبطبيعتنا الانسانيه اللي بيقعد فتره في مكان بيحصل نوع من الخمول، يعني ما بيبقاش عنده جديد يقدمه حتى لو كان هو يعني عبقري في الاداره. لازم كل فتره، يعني زي بقول لحضرتك بالظبط زي مصر كدوله. طب وفين الرقابة على مجلس الإدارة دكتور؟ يعني فين الرقابة على الرقابة هي العضو بتاع النقابة. الرقابة العضو للأعضاء بيعزفوا عن هذه الرقابة. حضرتك في جهاز مركزي للمحاسبات طبعا بيراجع الجوانب المالية. دي يعني حاجة أساسية في أي لا الجوانب الفنية بقى. لا الجوانب الفنية بمجرد ما حضرتك بيتم مجلس انتخاب مجلس إدارة اظن انا كفنان تشكيلي يعني، بس انا يعني ما بعملهاش لان انا قبل ما ادخل المجلس بحاول ان انا اساعد اي مجلس موجود وبعرض خدماتي وبتاع. في البعض يعني بيشوف ان في مجلس خلاص يعني بيقول ان هو يعني هو يتحمل المسؤوليه واشوفه هيعمل ايه. هنا دي الاشكاليه اللي انا يعني بزعل عشانها، ان المفروض ان النقابه بتضم الكل. يبقى في تعاون سواء من يعني قبل سواء انت كنت في مجلس او بره مجلس فهو المكان بتاعك. المشكله بتاعتنا ان احنا في النقابه البعض بيتخيل انها جهه حكوميه. منتظر منها ان هو دفع اشتراك فبيبقى منتظر ان الاشتراك ده يحقق حاجات كتير. هي الفكره من النقابه هي عمليه تجميع لكل الزملاء يعني يتواجدوا. طب ايه اللي مانع الفكر اللي حضرتك بتقوله ده للوصول لكل اعضاء النقابه علشان يقتنعوا او على الاقل يعني يرفضوا او يقبلوا بس الفكر يوصل لهم؟ هو بدايه بيجي من الاداره العليا اللي للنقابه او اللي هو منصب النقيب. منصب النقيب هو يعني بيقدر يعني يا اما يجمع يا اما يعمل نوع من التباعد، لان هو زي المايسترو. يعني هل هو عشان ما نظلمهوش يعني وان احنا لازم نحفظ غيبته عنده التولز او الادوات لكده، ولا هو برضه غصب عنه مش قادر ان هو يعمل كده نتيجه؟ ما انا هقول لحضرتك يعني هو طبعا احنا ما بنظلموش، لان احنا يعني اولا اول حاجه احنا كلنا زملاء اكيد، وكلنا معظمنا اصدقاء يعني خارج النقابه جوه النقابه احنا يعني كلنا تقريبا يعني صحاب وفي تواجد دائم ما بيننا وما بين بعض. الاشكاليه ان في امكانيات وخصوصا الفتره اللي احنا دخلنا فيها الكل خايف من الجانب المادي، انك انت يعني تعمل حاجه فيها فلوس. ليه يا دكتور؟ ليه مفيش الثقة استثمارات؟ ليه مفيش يعني افكار يعني من شأنها ان هي تدر فلوس، مش هنقول يعني فلوس مبالغ طائلة، لا يعني حاجات تقدر تدعم النقابة ماديا وبالتالي يقدر العضو يحس بان هو مستفاد نسبيا بشكل يرضي
وبالتالي يشجعه على ابنه يشترك. برضه ممكن اقول ان العضو النقابي ده مش شايف حاجه من النقابه عشان كده باعد يعني مكتفي بنشاطه هو ومش مشارك لانه مش شايف حاجه من النقابه. جميل. هو اللي انت حضرتك بتقوله يعني انا دلوقتي مثلا بعدت فتره، او يعني ناخدها على الشكل الاكبر للبلد، يعني البلد بعدت فتره والشعب كان يعني ما بيشاركش في اي حاجه. اللي حاصل دلوقتي ان الناس عايزه تشارك، الناس عايزه تشارك من خلال القائد او رئيس الدوله لما بدا يبعت رسائل للناس تشارك. عشان كده بقول لك النقيب او اللي هو القائد بتاع المكان بيبقى زي الماستر بالظبط، بدايه من اداره الفريق اللي هو اللي بيديره مجلس الاداره. يعني مثلا كان المفروض في عندنا في حفلات لو اتعملت هتدخل دخل نسبه معقوله سنويا للنقابه. فهيحضروا الاعضاء وهيحسوا بال احنا زميلات يعني في مجلس الاداره حاولت تعمل حفله في الاوبرا تعمل دخل ما اللي حصل نوع من الخلاف ادى لتوقف الحفله او الاستمرار في يعني تفعيلها او الاتفاق عليها. فهنا الاشكاليه مع احترامي طبعا نقيبنا الكبير الدكتور حمد المعاطي، يعني هي بيبقى في جزء وعيب عليه كبير قوي. في جزء تاني التراكمات بتاعت السنين اللي فاتت. الميراث الثقيل. احنا كان عندنا قبل من النقيب الحالي سبع نقباء. اول نقيب كان دكتور استاذ دكتور عباس شهري، ده كان من كبار الفنانين المصريين الله يرحمه، وكان عدد النقابه لا يتجاوز يعني ارقام يعني مئات حاجه يعني بالشكل ده يعني. بعديه الدكتور صالح رضا استاذ في فنون طبيعيه، وكان في الدكتور صلاح عبد الكريم من كبار فنانين مصر، وفي الدكتور فاروق ابراهيم من كبار النحاتين، وفي الدكتور حسين الجبالي رحمه الله عليه يعني توفى قريب، وختم النقباء الاستاذ مصطفى حسين الفنان الكبير مصطفى حسين يعني رحمه الله سبحانه وتعالى عليه. في اشكاليه في فتره الاستاذ مصطفى حسين كانت كبيره لغايه الدكتور مصطفى، انا هقول لحضرتك لغايه الدكتور حسين الجبالي النقابه كانت يعني كانت بسيطه جدا. يعني اعداد بسيطه، ما كانش فيه الابعاد بتاعت 5000 مثلا يا دكتور؟ يعني كانت في الحدود ده، هي اقل كمان واخد بال حضرتك. وكان في يعني بعض المكتسبات بتيجي فعلا بتتعمل منها الاعفاء الضريبي. يعني في الاعفاء الضريبي دي ميزه كبيره قوي بتحققها او حققتها نقابه التشكيليين في خلال الفتره بتاعت النقيب حسين الجبالي. كويس. وفي في حاجه تانية، ده اعفاء ضريبي كامل على كل اعضاء النقابه. الفنان التشكيلي بيبيع لوحه او بيعمل تمثال او ليه اعفاء ضريبي بيدفع فقط 2% من قيمه العمل بتاعه. واخد بال حضرتك؟ دي جزئيه يعني تعتبر مكسب كبير يعني. طب ده كان اكيد التنسيق مع يعني ما بين النقابه وما بين الضرايب. ده قانون طلب مجلس مجلس الشعب يعني اتفضل عليه من رئيس الجمهوريه وتحاول يبقى لا زال مستمر. ومستمر. طب ايه اللي اتغير؟ لا ما اتغيرش. دي من المكاسب اللي لازالت قائمه. هقول بقى لحضرتك من عيوبها. يعني بس اوضح لك ان في نقطه بعد الدكتور حسين الجبالي مسك الله يرحمه الاستاذ مصطفى حسين، وانا يعني من اشد طبعا الناس اللي كانت بتحبه والمعجبين بيه. في شخصه وفي فنه وفي كرمه وفي انسانيته وفي حاجات كتيره جدا يعني. في جزئيه ثانيه هي العمل النقابي، هو الدفع ان هو ياخد منصب نقيب التشكيليين. يعني في ناس يعني زقته ان هو انا هقول كلمه معلش اعذرني، هو ناقص 3 4 دقايق، انا عايز حضرتك تجمل القضيه كلها
يعني فتره الاستاذ مصطفى حسين والقضيه كلها في 3 4 دقائق عشان ما نسيبش الامور برضو معلقه للساده المشاهدين. اهم ما في الموضوع يعني احنا يعني فاضل احنا المفروض كان اخر اجتماع عندنا كان من حوالي اسبوعين او 10 ايام تقريبا. احنا اتفقنا ان احنا المجموعه اللي موجوده ان احنا نقدم استقاله ويحمل للي موجودين ويتحمل المسؤوليه النقيب التشكيليين ووكيل النقابه والامين العام وامين الصندوق. وانا اكدت على النقطه دي علشان اللي بيحصل ان ما يحصلش اي اجتماع بيكتمل. هل بقيت الاعضاء موافقه على القرار ده يا دكتور؟ اللي موجودين كلهم موافقوا عليه. لان العدد ما بيكتملش النصاب القانوني لاي اجتماع. فبالتالي بيوقف اي شغل في النقابه. يعني علشان نتخلص مؤقتا من المساله دي ان الاربعه هم يديروا بقيه المده وهم يعتبروا هم اللي بيديروا النقابه يعني من فتره كبيره. يعني هم فعليا هم اللي دكتور حمدي المعاطي والدكتور سيد انديل والاستاذ شريف عبد المديع والاستاذ صلاح بصار ناقد مشهور. بحيث ان احنا يعني ما اقعدش انا مستني اجتماع علشان يتم وجود 10 اعضاء علشان اخد قرار افعله. فيبقى هم بيفعلوه بشكل مباشر. دي رقم واحد. بس هذا قانون يا دكتور؟ لحين اجراء الانتخابات. يعني قصه ان احنا نتنازل مؤقتا عن النصاب القانوني ده قانونا لحين يعني هي عمليه طب وايه اللي بيعنى عن اجراء الانتخابات؟ لا ما احنا في التجديد النصفي ما حدش جه. احنا المفروض لما المجلس كله ينتهي مصدر قرار بالغاء المجلس هو ده اللي تم دلوقتي. ان احنا سبنا لالغاء المجلس الحالي لعمل انتخابات كامله. بالظبط كده. وهم يتولوا المسؤوليه لحين اجراء الانتخابات. جميل. الاشكاليه بس اللي هي يعني هنسيبنا من اللي فات كله. يعني في حسنات وفي اخطاء في ايجابيات وفي سلبيات. يعني ما نقدرش نقول ان كل حاجه كانت سلبيات وما نقدرش نقول ان كل حاجه كانت حلوه. اكيد. الجوانب الايجابيه احنا عندنا في جوانب ايجابيه بس طبعا يعني يعني اسمح لي اوضحها يعني بسرعه. الجانب الايجابي عندنا اولا في عندنا احنا في النقابه بتصرف اعانات ماليه في حاله المرض. وفي نسبه 25% من اساس المرتب دي تعتبر نسبه للتفرغ الوظيفي. يعني اي فنان تشكيلي موظف بيصرف نسبه 25% على مرتبه من اساس مرتبه. دي جابوها في المجالس اللي فاتت دي حاجه طبعا يعني ممتازه يعني وليها كل التحيه والتقدير للناس اللي اسهمت فيها. في عندنا اعانه للمولود يعني اي عضو ليه منحه زواج بيصرفها ليه منحه مولود في منحه وفاه في معاش للاعضاء بيكلف النقابه كل 3 شهور 550,000 جنيه. يعني طبعا يعني بفضل الجمال بتاع ده ارجو ان يكون في 550,000 جنيه مين؟ في عندنا طبعا اشتراكات وفي عندنا صندوق زماله وفي صندوق المعاشات. اللي ما حدش يمكن يعرفه من اعضاء النقابه الحاجات اللي هي بتتم ان نسبه 75% من دخل النقابه بيروح لصندوق المعاشات. يعني ده بيروح لصندوق المعاشات. احنا هنضطر لحالف حضرتك قول جمله واحده عشان نكمل الموضوع لان خلاص وقتنا انتهى. طيب يعني علشان فعلا هو الموضوع كبير. الوضع الحالي للمعاشات ايه؟ هو الوضع الحالي للمعاشات موقوف. يعني في توقف للمعاش، المعاش الفنان التشكيلي وارجو من خلال برنامجك ان يكون في حد من مسؤولين الدوله يكون بيشوف البرنامج ده يعرف ان معاش الفنان التشكيلي 100 جنيه. مش تقصير من اي مجلس في النقابه لان الامكانيات بتاعه الاشتراك هو رقم واحد اللي بيقوم عليه الدخل بتاع النقابه ده رقم واحد. وطبعا غير كيف اللي هو يعني الداخل ما بيقبلش ما بيغطيش الخارج. فدي مساله فيها طبعا ضرب كبير قوي. شكرا. يعني هي بس فعلا الجزئيه دي ارجو ان الدوله لان الفن التشكيلي يعتبر عمود الدوله المصريه ويعتبر اساس
الحضارة من 7000 سنة إلى يومنا هذا. شكرا لحضرتك دكتور محمد الصبان، وأنا من خلال مكاني كإعلامي بوجه رسالتي للسادة المسؤولين طبعا إن هم يعني مزيد من الدعم واتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل دور مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين. وبرضه بوجه كلامي للسادة أعضاء النقابة، يا ريت نبص شوية يعني لنقابتنا ونهتم بيها وننتقدها حتى، بس يبقى في مشاركة إيجابية. وطبعا أنا آسف إذا كنت قلت أي حاجة تزعل أي حد مني، بس أنا آسف، هو الوضع الصراحة يعني بيصير يعني أنا متضايق زي ما الدكتور محمد أكيد متضايق. ربنا سبحانه وتعالى يصلح الأحوال. شكرا لكم أعزائي المشاهدين لحسن المتابعة، وشكرا لأستاذة لبنى على اتصالها. مع أرق الأمنيات بدوام الصحة والجمال، انتظروني دكتور ياسر شقوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, 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 oh